خير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البلاتو الجديد والرائع. أعطوني تصفيقة على هذا البلاتو الرائع. بلاتو جديد في عام جديد 2018، وإن شاء الله يكون فعل خير علينا وعلى كل الناس اللي جيت تشارك معنا في برنامج افتح قلبك، باش إن شاء الله نمدوا لهم الفرحة ويخرجوا دائما فرحانين من هذا البلاتو، وكذلك الناس تضامن معهم وتحبهم. أنا حبيت نشكر كل الناس اللي تبعونا عبر صفحة افتح قلبك. راني نقول لكم اللي رانا نقراو كل تعاليقكم اللي هي كثيرة وعجبتنا كثير، كذلك اقتراحاتكم ورح ناخذوها بعين الاعتبار. الناس اللي تحب تشارك معنا ما عليها غير تتصل بنا عبر الارقام التاليه 0560 001113 ولا 0792 99 38 47 او 06 57 68 12 55 او على صفحتنا في الفيسبوك افتح قلبك. ان شاء الله راح توجدونا دائما مفتوحين اليدين والقلوب باش نضموكم باش نحتضنوكم في هذا البلاطو الرائع. روحوا مباشره. روحوا مباشره الى زميلتي شهرزاد اللي متواجده في الاستوديو الفرعي. شهرزاد اهلا بك، واش راكي؟ صباحك بخير. الحمد لله. راكي واجده انت وضيوفك شهرزاد؟ اكيد كما العاده رانا واجدين مع كل الضيوف. يعطيك الصحه، نعاود نوريلك شويه هكا شهرزاد. ان شاء الله. يعطيك الصحه. اذا بدون اطاله نروح مباشره نشوفوا ملخص القصه لنهار اليوم. اللي بعيد عن عين بعيد عن قلب، لكن ضيفتنا نهار اليوم راح تثبت لكم غير ذلك من خلال الحب اللي عاشته مع زوجها وهو بعيد عليها وعلى أولادها اللي ما شافهمش وتحرم منهم بسبب ظروف الحياة الصعبة. مرسوس اللظم قد ما نحكي لك، بس كل واحد يحس بالشوكة اللي راح عافس عليها. صح فريم وعيد. يكونوا دايما اللي بعيد على العين بعيد على القلب. هذه المقولة ماشي في كل الأحوال صحيحة، لأنه القصة تاع اليوم راح تأكد لكم عكس هذا الكلام. نستقبلوا مع بعض إيمان. إيمان إيش رأيك؟ إيمان في الوسط، في الوسط. فوالا تخي بيان. واش راكي إيمان؟ سافا لاباس، تك مليحة سافا. تخي بيان ميرسي، الحمد لله. قولي لي مين جيتيني إيمان؟ أنا سموني بوطران خيرة في الورق، جاية من تيبازا. الله يبارك. عندي 30 طون. أها. قريت قبل سنة. جاية معولة إيمان. ستي برك. قولي لي إيمان، قبل ما تبداي تحكي والو، شوفي معايا هذا التقرير ونعاود نولي لك. داكو. صح. إيمان في عمرها 31 سنة، جاتنا من ولاية تيباسا. تعرفت على شاب من جنسية سورية عن طريق النت. بعد ما تزوجت إيمان كان محي الدين يروح ويجي إلى الجزائر، وفي نفس الوقت كان يعاون زوجته في الإجراءات المتعلقة بثبوت الزواج من المحكمة إلى القنصلية. لكن الأمور تعطلت وما تحصلتش إيمان على دفتر عائلي إلا قبل أسبوع من ولادة ابنها الأول. بعدها التحقت بزوجها بالسعودية وعاشت 7 أشهر فقط وحملت للمرة الثانية، وقررت باش تحبط للجزائر وتوضع مولودها الثاني. إيمان ولات عندها طفل وطفلة وباباهم بعيد عليهم، وحاولت تحصل على الفيزا باش ترحل لألمانيا وتعيش معاه، لكن للأسف كل محاولتها باءت بالفشل. لهذا جاتنا اليوم إيمان باش تشوف زوجها اللي ما شافتوش لسنوات، لا هي لأولادها اللي كبروا بعيد عليه. إيمان تحبي نعيط لك إيمان ولا خيرة؟ لي ساعدك. قولي لي زوجك كيفاش يعيط لك؟ نانو. نانو ما شحنا عيط لك نانو مالا. إيمان. إيمان هي خلاص. قولي لي إيمان، نحبك تحكي لي القصة تاعك من الأول كامل. داكو. ابدأيها لي من طفولة تاعك وارواحي. أنا تقريبا تقولي بلي كنت منعزلة على العالم. عندي قرايتي، دار قراية.
بون كي وصلت 16 سنه بديت العقليه تاع الفيسبوك والعقليه تاع كونيكتي. جوزت الباك دو فوا ما جبتوش، رحت للمعهد. اسمحي لي. نعم؟ اسمحي لي تفضلي. اسمحي لي، انا حبيتك تحكي لي قبل من 16 سنه، احكي لي شحال نتوما خاوه وخوات، احكي لي على كيفاش كبرتي طفولتك وكلش، ومن بعد نلحقوا. طفولتي شوفي، هو الاب نتاعي الظروف نتاعو خلاته باش يسافر يعيش في اسبانيا، انه مشان احنا نقولوا مصدر رزق كان هي اسبانيا. صار شويه مجهك هكا تاع ودي، انه لازم فرض عليه الواقع انه يقعد فما كي يجي لنا، هو حوض غياب اكثر من حضور. هذا باباك يعني؟ هو الحمد لله هو من جهتنا احنا حنانته كامل ما قطعناش عليه، بصح انه الخدمه نتاعو بعداتو عليكم يعني، ذاك صح انه مش بعناش الحنانه تاع الاب. كان شحال كنتوا انتم خاوه واخواتات؟ احنا عندنا اربع اولاد وانا وثلاث بنات وانا صغيره كامل، انا المعزوزيه. بون احنا شغل يما عانت باش رباتنا باش كبرتنا. ربات وحدها سبع اولاد؟ اجباري، لازم كانت في الغياب تاع الاب نتاعي كانت هي الراجل هي المراه، لازم تتحمل. اميه ما قرات ما تعلمت، بصح قالت لك انا واش فتالية باسكو هي باباها مجاهد وكسيتيرا، كانت في وسط وقت الاستعمار ما قراتش، تقول لك انا الحرمان هذو كان نعوضه في بلادي، لازم نوقفهم يكون عندهم مستقبل شباب، نوقف على قرايتهم باسكو في وقتنا الحالي انه اللي ما يقراش يضيع. صح. وشكون كان يصرف عليكم؟ هي كانت شاطره. ايه كانت خياطه. خياطه. ايه وبابا كان يصرف على قد المقدور، المقدور نتاعو. يبعت لكم دراهم هكا بيان سور، بصح ماشي سبع اولاد، ماشي بصفه دائمه. مين ذاك؟ على حسب الوضعيه نتاعو، اذا كان خدام ولا ما كانش خدام. شحال قعد باباك في اسبانيا؟ قولي السفر نتاعو من وقتاش بدا؟ شحال شحال راهو قاعد باباك في الغربه؟ 28 سنه. 28 سنه وهو في الغربه يروح ويجي. بصح واحد لا بيريود قعدت 3 سنين هي اللي نضرينا فيها بزاف، بصح ما سمحش فينا يروح ويجي واقف يطلع عليكم ما شفنا اسكو يما راهي تقري فينا وكامل. بصح هي كانت لازم تكون سند ليه، هذه هي دور المرأة الجزائرية، لازم تكون سند. لا لا هو لازم يكون سند لزوجته، هو لانه المرأة لما تلقى روحها بسبع اولاد عشاغ شو لازم تخدم باش تجيب القوت، ولازم تربي وتعلم والاخر، وزوجها في الغربه في اسبانيا يعني بزاف عليها جبلي احيانا الواحد، ورفضت المسؤوليه. رفضت هي، قلت لك رفضت، بصح كي فرض الواقع فرض عليه هذا الشيء لازم تكون تسنده. ما يقول لك وراء كل رجل عظيم سي امراه. انا نحيي يماك، نحيي يماك لانها كبرتكم ساكريفات على وحدها وضحات. سبع اولاد ماهيش سهله، ماهيش سهله الراجل يروح ويخليك بسبع اولاد وتخمم في حوايجهم في العيد في القرايه في الدوزان في كلش، بذهبها باعتو. اه شفتي بذهبها. حبيت نلحق لك، نلحق لك على تضحيات الام سبحان الله. فهمتي؟ راجلها راح للغربه. غريزه الامومه. غريزه الامومه نعم، لكن ساكريفيس تضحيات كبيره. هذه الام تاعك نحييها، كملي واصلي معاك. يسترك. المهم المهم انا يا يماك شغل عوضت لي ذاك الفراغ تاع الاب تاع الاب، ها فراغ تاع الام. لا غالب هو اب نتاعي باش يعطيني حنانته ويجي 15 يوم ما تكفيش باش يعطيني حنانه الاب. صح. اللي لازم واحد يترعرع طفل يترعرع عليها. صح. سمك شغل غطت هذاك المونك مي كومام كي نحس فيها في المناسبات اعياد. تشوفيهم كامل مع باباتهم سورتو عيد الكبير. يكون الاب جايب الاضحيه اولاده دايرين به حجاب اي واحد. انا كنت هكا ما بين عمومي نخزر هكا كل واحد جاب اولاده هكا ويما. ايه من بعد كبرت على هذاك، دخلت في مرحله المراهقه. ست خاوتي الشباب هما اللي في كتافي، ما خلونيش نروح اللي ينصح اللي ما تلبسيش هك. اللي هو ماشي قضية انه ما تلبسيش هك انه غار باش ما نجيبش البلا روحي.
وهذاك اللي ينصح يوجهني لازم تديري هاك ما تديريش هاك كل واحد يعني عوضوا غياب الاب هذو خاوتك كانوا مرشدين لي ما جامي ما حسيتش ما حسيت كي راني دركا كما عندي مسؤوليه حسيت بالدوره نتاعهم اش كانوا يديروا لي حسيت بالقيمه اش كانوا يوروا لي يرشدوني الحمد لله كانوا ما حتى واحد فيهم ما جاب البلال يما في غياب الاب الحمد لله الحمد لله وشرفوها يما الحمد لله كامل ذو مستوى عالي لي بوليسي لي محامي لي ايسونسي جيسيون انجلي انا تكنيسيا سيبيريور تريتمون ديزو اختي تكنيسيا سيبيريور كونتابيليتي عندي اختي الكبيره هي اللي كانت السند تاع الام تاعنا اللي هي شغل كانت المرحله تاع المراهقه مع هذه الازمه تاع انه الاب نتاعي ما كاش خدمه ويما تذكر في باش يعطيك الصحه هي الام الثانيه الام الأخت الكبرى دائما تلعب دور أم دائما تضحي تضحي بمستقبلها من أجل خاوتها إيه؟ وخواتاتها أم بعد تكملي واش صرا بون كي وصلت مرحلة المراهقة نتاعي خويا دخل الانترنت عبالك أنا كنت بزاف جابدة على صحابات ولا ماشي شغل جابدة عندي صحاباتي من اللي سي للداخل كي نخرج برا ما عنديش صحاباتي صح صاحبتي بيني وبينك بصح أنا صاحبتي اللي بخوش هي أمي نحكي لها كلش بالتفاصيل المملة بالك كاين اللي ما يكذبوني بس أنا بالتفصيل المملة كانت عندنا عقلية المحاورة مع أمي سي بوغ سا اللي ما خلاتنيش ندير حاجة تغضبها بالمعقول ما جبتش الباك رحت للمعهد خيرت اختصاص قريب ما الجذع اللي كنت نقراه وكنت جذع تجربة جذع مشترك علوم مشترك ديت معالجة مياه أبوغاتواغ علوم دقيقة نقراو على مكونات الماء نقراو على تقريبا نقراو لي شيمي قريتي في المعهد مدة كم سنة؟ ثلاث سنين ثلاث سنين وبعد ديتي الشهادة تاعك؟ بيان سور في نص المرحله تاع هذه خطبت روفوا استخدمتي ثلاث مرات ثلاث خطرات الاول فيسيو نعم الاول فيسيو ايه فيسيو شغل يحب يعيش حياته اكثر ما يكون محافظ ماشي مقضية محافظ انه يتمسخر صح. انه كخطوه خطبه بعد نخرجها ويروح لطريقه مشبوهه أه. انا كنت انا نيف خاوتي ما نحطوش في الارض خطبوك من عند شكون من عند الام نتاعي جاو الام نتاعي حضرت لا لا الام نتاعي حضرت مع الام نتاعي على ناويين اساس خطبه كان بعد كسروا بيناتنا مشاكل والثاني الثاني انه شكاك انا في الدار انا في الدار ويعيط لخويا يقول له فوالا اختك في البلاصه الفلانيه لو كان ما كانش دليل قاطع كان توصل انه خويا يقتلني التروازيام كذاب غسل يوم نتاعو كامل كذب في كذب إبا أنا ديسيديت أنه نقطع نحي فكرة الزواج من راسي الزوج نتاعي كان عبارة عن آمي هكا كنت نحكي له كان بئر أسراري لأنه بصفت ما عنديش صديقة مقربة لقلبي بزاف كان عندي وحدة جارتي طالعة معايا واللي نحكي له أنه إنسان بعيد يسمعني اسمحي لي اسمحي لي كيفاش بعيد يسمعني وكيفاش تعرفتي عليه فيسبوك تعرفتي عليه في الفيسبوك كنت انا منعزله على العالم الواقعي كنت دائما في العالم الافتراضي اصدقاء كامل من العالم الافتراضي ايه سمعك شغل بديت العقليه تاع الفيسبوك منين بكري منين زوجتك من سوريا دمشق من سوريا سوري سوري صح نحيي كل يعني اخواننا السوريين اللي موجودين في سوريا وفي الجزائر وفي كل أنحاء العالم إن شاء الله يا ربي يفرج كربتهم إن شاء الله وتعاودوا للأمور إلى مجاليها إن شاء الله يا ربي قولي لي من بعد تعرفت عليه في الفيسبوك فيسبوك نية نتاعو كانت باينة من بدايتها أنه صبني أنا نعرف حدودي وين تحبس ما نخسرش في الهضرة كشغل عندي كشغل صريحة صح. حاجة ما عجبتنيش ما عجبتنيش ديريكت حاجة عجبتني عجبتني جا خطبك من هو قال لي نجي نخطبك قلت له زواجنا من سابع المستحيلات علاش قلت له خاوتي شويه محافظين كان عندي ديجا اخي مسافر في هذا الاخ اللي كنت بخش ليه بزاف في الاربعه اسمه الهادي عايش في انجلترا صرا تزوج وكامل كان صرا زواج اجنبي قبل الحاله تزوج اخوك باجنبيه هي بريطانيه بصح من اصول هنديه
تزوج بهندية أخوك. علمتكم شوية الهندية. إيه أتشا. وشنو أتشا؟ نحسب إيه. إيه. أنا كي جات دخلت عليها غير أتشا. ما كاش هنا جات للجزائر. جات. عجبتها الجزائر الهندية. بيان. إيه. هي إحنا يا. بارابور الهند. وزوجنا مسلمة هي. مسلمة هي. أسلمت. لا ترى عرعت مسلمة، عائلة نتاعها مسلمة. تخيب يا. بس الإسلام تاع بريطانيا مش كيما إسلام تاع الجزائر. على كل حال إحنا ما. كل واحد لا رجيون. هو إسلام واحد. لا معليش، هو إسلام واحد في كل أنحاء العالم. اللي يشاهد ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم. قولي لي. ومن بعد قلتي لي مرفضتي الفكرة أنك تتزوجي مع سوري. وعلاش قلتي لاني من عائله محافظه؟ علاش سوري؟ وش من بيئه؟ من بيئه مختلفه وانا من بيئه مختلفه. علاش سبقت باللي الاهل نتاعي يرفضوا بصح ما قريتش باللي هو الاهل نتاعي مثلا كانوا رافضين للفكره. علاش؟ باسكو البيئه مختلفه. هي اي ام جزائريه تحلم انه تزوج وليدها بنتها الجزائري. الجزائري ولا من بيئه نتاعها؟ مش من ضروره. مش على بالي مش من ضروره. يقول لك وجعلناكم وشعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. هي شوفي العقليه تاعها انت بكري مش كيما انت. انا درك احنا دوكا عندنا تفتحنا دوكا الواحد نقيمه على حسب المستوى. بس اسمحي لي، راجلك سوري مسلم؟ مسلم. مسلم؟ مسلم. سني؟ سني. إخلاص وراه المشكل؟ هو المشكل كان في البعد. تقول لك بنتي في البعد. تقول لك بنتي تروح تعيش بعيد عليا. أنا كيف كبدة هذه؟ صح. كي قلتي لداركم بلي كاين واحد حب يخطبني من سوريا، كيفاش كانت ردة فعلهم؟ قالت لي قولي لخاوتك. قولي لبابك وخاوتك. سما دارت لي حجرة في الصباط. نقول لخاوتي قبلك يفهموني غلط. التاجأت لواحد بيت. شكون هو باباك؟ الهادي خويا. خوك؟ وعلاش الهادي؟ مع انه محافظ بابك. مع انه محافظ اخينا وكان هو الاقرب. جيت بصراحه يعرفني باللي صريحه. قلت له واحد زوج ثلاثه كذا السيد راهو ناويني وديجا كرابي دافيون راهو جاي للدزاير. انا كيفاش نستقبله؟ ما كاش كيفاش نستقبله ايغ بعيد. وذهب قلت له جاي يخطب او جاي يخطب من باب واسعة. صح. احكيه سكايب. صح. شفته عجبك اللهم بارك، ما عجبكش اهدر معه. قال سي با لا بان تقي روحك للمطار وتسافر من مطار جدة حتى الجزائر. هدر معاه باغ سكايب من بعد باسكو هو كان خدام في جدة ثاني. هدر معاه باغ سكايب. هدر معاه باغ سكايب. شكون اللي كان يخدم في جدة؟ في جدة زوجي. زوجك مقيم في كان مقيم في جدة؟ كان مقيم في جدة السعودية. هو سوري مقيم في السعودية. كان مقيم هذاك الوقت في السعودية. نعم. صح. حبيت نعاود نولي لك انا للسؤال تاعي تاع مقبل. لما الطفل يجي يخطبوها لمن تروح اول يعني تستشير شكون اول شخص؟ اقرب واحد ليها. اقرب واحد اللي هو يكون من المفروض الاخت باباها. هو الاب نتاعي كان غايب. كاش كيف كان يعطينا يهدر معنا بالتليفون؟ كان عنده عقليه تاع التواصل هذا تاع التكنولوجيا. واتساب فايبر سكايب ما عندوش. عاد بالتليفون على بالك الوحدات مال الجزائر لاسبانيا بزاف دقيقه. واش راك صار لاباس؟ مليح الحمد لله راك حي. هذا ما كتسمى ما قلتي له. واش مين بابلي كاين واحد حبي يجي يخطبني؟ خليت ما هذه الدور الاخ الكبير يقوم. انا جايتك روحي اتفضلي. كي خليت خويا هذا اللي في بريطانيا قلع العائله قال لهم باللي ودي انسان هذا راهو ناوي وانسان محترم هضرت معاه وكيف هذا بالك تكون فرصه العمر الام نتاعي تجي عندي ندير لها عمره وصح. من بعد هضر مع اخويا الكبير قال لهم مدام شوفوا الدين الناسب حاجه ما تخص. وانت الى قبله ولا لا؟ امرك يهم كثير. قال لهم هي راهي مرتاحه. هي راهي مرتاحة علاش وراها المشكل؟ هي ما قالت لي كي قلتي خاوتك وخاوتك مقابلين انا راني موافقة مادام انت راكي موافقة ومقتنعة. بون ما كنتش مجهزة كامل كيما العرايس. وباباك وافق؟ عيطوا له قالوا له الله يربح بالبركة. المهم انسان ولد فاميليا. كملي لي ومن بعد جات خطبك؟ بيان سور. قال لي نجي وحدي. قلت له ما تقدرش تجي وحدك باسكو حنايا ما نقبلوش بلا الاب والام نتاعك. بلا الاهل بيان سور. قلت له اللي ما يرضاش عليه الوالدين ربي غضب عليه الى يوم الدين. صح. ومن بعد قلت له لازم تدخل الباب من واسع من باب واسع مادام والديك على قيد الحياه جيبهم. انا قلت له قال لك اللي غاب كبيره وغاب تدبيره. صح. ومن بعد جاب والديه. جاب والديه وجاب زوج خياته وجاو خطبوا وصرا خطبه ايه اسبوع
خطبة فاتحة عرس في فاتحة اليوم غدوة العرس في أسبوع خطبة وفاتحة وزواج في أسبوع واحد فقط سهلت له كل الأمور كيف سهلتي له احكي لي أنا كنت قال لي أنا كنت دخلت الجزائر على بالك بلي جدة ماشي هنا يا زعما ألجي قريبة لتيبازا بعيدة السعودية بعيدة سفرة قال لي واني خدام عندي كونجي واحد في العام قلت له شوف أنا ما نحبش دير لي عرس كبير فوالا ضجة أنا حوست دير لي الحلال تكون وليد في حال انا نخرج معك في احلى مثالي قال لي شحال تطلبوا بالمهر نتاعكم قلت له فوالا خاوتي كيفاش تدفعوا في زوجاتهم المهر نتاعهم ادفع فيا كما قال لي كاين مؤخر ومقدم قلت له ما ندخلش في التفاصيل اللي تقدر عليه ديرو صح ما نحوش انا ما قلتيلوش بالدرجه كسي ودي قلت له قلت له كسي ودي انا المهم اني مرتاحه بك ولدي كنت كانت علاقة حب كانت علاقة حب كبيرة هو شوفي هو كانت من جهته جهتي بعد أنا مع الوقت أنا اكتسبتها هو قال لي حب من أول نظرة وأنا مع الفترة كي شفته كيفاش شاد فيا متمسك فيا طالبني بالحلال ماش رايح بطرق ملتوية على الحلال صح قولي لي لما تزوجتوا وشنو هو كان المشروع تاعكم تعيشوا في الجزائر تعيشوا في سوريا ولا تعيشوا في السعوديه المراه تبع راجلها المراه انا عندي منطق المراه تبع راجلها وكان في المريخ صح وين عشتوا انا كي ما كملتلكش هو كي جنسيه سوريه مسلم سني قلت ما كانش تعقيدات في الجزائر الزواج يا ربي انه الدفتر عائلي عادي كي هو كي واحد جزائري صح بون احنا قال لي كي متاكد قلت له ايه صراحه هناك انا كنت شويه صغيره في اللجنه كان شويه عندي تهور ما سقسيتش ما سقسيتش هذه الغلطه نتاعي تحملت مسؤوليتها دامت قريب عام الغلطه هذه دامت قريب عام علاش باسكو درنا تحقيق كي رحنا باش نوثقوا الزواج تاعنا رحتوا البلديه باش تعقدوا قالوا لنا ترخيص زواج لازم لكم ترخيص زواج من الولايه لا من الامن الخارجيه لونكيت زواج اجنبي من الولايه الخارجيه هذا الانسان ما عنده حتى مشاكل زوجك هي بروتاج للمراه الجزائريه باش يحميو المراه الجزائريه مبالغ 3 شهور معليش ما عليناش كي رحت جات ترخيص انا درت لي زيت قالك خطوه خطوه رحت للابيسي جاني التسريح وكان في السعوديه كان ولا الخدمه دار توكيل للاب نتاعو كان عايش معنا مش عايش معنا عايش بوم في تيبازا كاريين الاهل نتاعو قعدوا عايشين في الجزائر ما عاودوش ولاو على سوريا ايه باسكو هما كان عجبهم شغل الجزائر حبوا يستكشفوها حبوا شحال قعدوا والدي عايشين في الجزائر هما شوفي من جهه ما بغاوش يخلوني وحدي ايه وثاني عجبتهم الجزائر شحال قعدوا عايشين هنا سنتين قعدوا عايشين في الجزائر في الجزائر صح باش ما باش هو لما يكون بعيد قال مرتي راهي مع هاي مع عمالي كاش ما يصرار يبعث بابا هيجي قال ولا نحب نشوف الاهل نتاعي واش من الفتره واش هذيك واش يعني واش من العام واش من العام هذا لبيت 2013 يعني لا فان 2012 يعني مع الازمه السوريه كانت سوريا تمر ايه كانت سوريا تما بدات تمر بالمراحل الصعبه هي الازمه في سوريا بدات في 2011 هكا الازمه السورية كان شويه اختلال في التوازن في هذا في هذه لا بيريود صح مي كوميم شغل هما اصلا عجبتهم الجزائر عجبتهم البلاد وعجبتهم الجزائر واستقروا فيها قال لك نقعدوا فيها ماشي مشكل باسكو ما عندهم حتى مشاكل في بلادهم ولا في بلادنا وكانت يعني الإقامة تاعهم إداريا رسمية إداريا كل مساوية دورية كل طروام كل شهور يروح يجددوا الإقامة عادي في الكوميسارية عادي عادي أكسلة. نظامية أكسلة. كل حاجة نظامية مليح لحد الآن رائع وأنا برك نقول باللي الجزائر استقبلت الآلاف من اللاجئين السوريين يعني على في أرض الوطن وهذا بلا مزيتنا لأنه هذا واجب علينا وخاوتنا قولي لي ومن بعد وش صرا رحت نوثق قال لك لازم يكون حضور الزوج شخصي
هو طاح ويطيحون وبعد قالوا لي شحال ماشي عندك 3 موام اللي جيتي تحوسي باش تثبتي الزواج نتاعك. قلت لهم ايه. قالوا لي يمكن يكون هنا صرا حمل باسكو انا صرا زواجي صحيح من ناحيه شرعيه صح باسكو انا تهورت قلت لك وزوجت ودرت كل حاجه سبق قبل اوانها. نورمالمون ندير التسريح باش ندير الزواج والعرس والزفة. صح انت كنتي صغيره ما تعرفيش الاهل تاعك ما قالولكش بلي لازم تصريح لما تكون تتزوجي باجنبي. كي عربي كي عربي كيما انا ما جاتهمش هذه الفكره حتى هما غلطت عليهم. لكن اجنبي ما عندكمش نفس الجنسيه. كان خويا مازال ما فتحش مكتب افوكات للمحاماه كان ما عندوش فكره على صح على الموضوع على الحاله وكان كان ما تسبقوش انا اختو كيفاش ما ومن بعد قدرتوا تعاقدوا ولا لا؟ دار تثبيت زواج في المحكمة استغرق تقريبا 8 شهور هكاك. 8 شهور كان صراحة حمل وانا راح نولد بارح خرج ليفريت فامي اليوم ولد سبحان الله وجد لك اليوم ليفريت فامي غدو ولدتي كرشي الفمي وانا نجري بالورق من 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 سوفريت جريت تحفة ورجلية صح عانيت عانيت بصح الحمد لله الحمد لله. وكتبتي وليدك في الليفريت فامي واسم وليدك هو في اسمي خيرة وراجلي محيدين الأم تاع الزوجة تاعي دمجت الاسم تاعنا دات من عندي الخير والدي ومن عند زوجي الدين سمعته خير الدين. مليحة هذه فكرة رائعة هكلا صح خيرة ومحي الدين هكا خير الدين نحات لك انت شي من اسمك وهو دمجت الاسم الله يبارك ربي يبارك فيه ان شاء الله. قولي لي ومن بعد واش صرا؟ رحت عشت معاه تقريبا ويموا 8 شهور. 8 شهور عشتي معاه في السعوديه هذه صراحه حمل ثاني بطبيعه الحال ما كنتش نعرف ما عندي حتى فكره عن الزواج داك وصراحه حمل ثاني مباشره. ايه قال لك كيما ترضعي ما يصراش حمل ما تاخذش احتياطاتك صح صراحه حمل. بون كان كي قربت الاشهر ولدتي في السعوديه؟ لا ما ولدتيش علاش؟ يما قررت تهبط للجزائر باسكو اختي كانت حامل على ابواب الولاده نتاعها وكان وباء اسمه الكورونا خفت باسكو انا راحه زياره ماشي راحه استقدام اقامه يعني ما عندي لا تامين لا اي حاجه وكان الراتب تاع الزوج نتاعي من الدخل المتوسط صح. تاني كان عندنا أولويات عندنا تقسيط سيارة إيجار البيت يعني تكاليف تاع الولادة نتاعي تكلف وكي ساءت الأوضاع في البلد نتاعهم قطعوا العلاقات مع دولة المملكة السعودية. اسمحي لي دقيقة. نعم. زوج تاعك واش كان يخدم؟ هو كان مدير مبيعات بعد بدل من الماركة الماركة صرا تخفيض للرتبه بسبب انه يجي يحضرك اشاك فوا باش يحضر الجلسه تاع تثبيت الزواج نتاع اللي كان قبل ما الولاده نتاعي ولا من المدير ولا صارت له مشاكل في الخدمه تاعو بزاف على جال انه دائما كان يهبط للجزائر باش يجري على الكواغط تاعك وتاع وليده صح. ومن بعد صراو مشاكل قال لك ما كانش سفاره سوريه بداو في طرد الاجانب. وين هذه في السعوديه؟ في السعوديه طرد الاجانب من العمل. وعلاش ما حوش على خدمه واحده اخرى؟ ما كانش مغلوقه. كيفاش اللي مغلوقه؟ مغلوقه حتى لحد الان الاخ عنده اخ واحد اخر في السعوديه راه بلا شغل مرته بنته صغيره وليده صغير وعنده ابن بلا ايجار بلا ما كانش مغلوقه كل الناس ولا السعوديين الوضع اللي راه صاري في هذه الحرب دمرت بزاف هذا الفوضى اللي صارت في 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 سوريا الشقيقه دمرت بزاف عيال. واش دار راجلك لما بقى بلا خدمه؟ قرر يروح. على ما ولاش عندنا في الجزائر يما هو بابا هنا زوجته هنا سكنة. ولدو ولادو هنا. انا ما عندي سكنه طيب نسكن عند الاهل نتاعك. هو كيجي وين يروح؟ وين يروح؟ شويه عنده شويه راجل كاين بعد يسكن مع والديه ما كنتوش قادرين تعيشوا مع والديه؟
مع والدي كانوا رجعوا للبلاد بصفة أنه رجع الاستقرار للبلد وكانوا رجعوا في 2014 صح قلت لي قعدوا يوم عامين 2015 دبي 2015 قلت لي قعدوا عامين في الجزائر وعاودوا ولاو دبي 2015 رجعوا باسكو رجع الاستقرار والسيطرة على الأمور ولا على سوريا من بعد رجع على سوريا هو ما كاش معين لينا ما كاش خدمة في سوريا هو حبس مشي قضية في سوريا ولا برا سوريا هو كان هو لو كان يجي عندي أنا ما نش نخدم ساكنة عند الأهل انتهاي ما عنديش سكنة زوجي أجنبي يعني يا ربي تطلع لي السكنة مشي كيما تاع واحدة زوجة وعلاش ما رحتوش على سوريا لظروف وشنو هي الظروف للحرب ما انا اولادي صغير وكان ذاك الوقت كانوا هذوك القنابل البسمه للناسفه هذوك كانوا راحوا فيها اطفال وانا عندي اولادي صغار نخاف عليها خفتي على اولادك ما نروحش ومور سعوديه راح لسوريا ولا ما راح راح على سوريا ولا راح بلد اخر راح 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 قدم لجوء كانت فتحت الدوله الالمانيه ابواب لجوء لاخواننا السوريين للمتضرر من الحرب انه واحد يروح يسكري في بالابن نتاعو مستحيل قولي لي كيفاش راح على المانيا راجلك انا كنت متفاهمه معاه انه يروح نظامي قدم فيزا يروح نظامي وقتها كنت حامل بالبنت نتاعي في الشهر السابع ومن بعد قال لي كي وصل في اليونان تحاصر في اليونان قال لي انا فالا ايمان انا راني في اليونان وقطعت من تركيا لليونان حراك تهريب بكيت تفاجأت وبكيت ومن بعد فات سربيا النمسا وراح لميونيخ هذه فترة انه سير اقداما في البرد من السعودية لتركيا فشرح في الفلوكة لا من السعودية لتركيا نظامي نظامي معناتها شرابي دافيون راح هكا عادي عادي ومن بعد من تركيا قلتي لي لليونان حرق اليونان لا حرق كيفاش راح من تركيا لليونان كيفاش راح قارب راح قارب قارب كيما اللي يعني نشوفوا فيهم في تيلا فلاتيلي بوطي بوطي كيما يقولوا لي جان تاوعنا ايه ومن بعد لما لحق لليونان كيفاش كانت كي لحق اليونان كانت السلطات اليونانية شوية صغيرة عليها داروا حراسة على الحدود وكامل بعض العيال تعذبت كان لي حتى حالة وفاة أطفال ماتوا أطفال ما يتحملش هو ما كانش قادر يساكري في بيا بخصاك جاب لي ربي كان دارس وضعي في راسه يعني ما حبش يديكم قال أنا نروح وخليهم ليدي صغير ما نقدرش نتحمل أنا هذا التعب صح بعد مليونان قلت لي وين راح دخل على لوتريش سي سا النمسا ايه راح لوتريش كيفاش راح من اليونان لوتريش مشيا على الاقدام مشيا مشي سبحان الله من البلاد لبلاد راح يمشي والثلج هاك والثلج والبرد يوصل لهنا قال لي الثلج شحال دامت الرحله تاعو مشي صحته دوكا راهي شويه متداوره ما من هذه السفره خلصها هي بلاد البلاد راح يمشي في البرد في الثلج كما كتقولي شحال 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 يعني شهرين ويمشي شهرين يا اما يسيبوا تاكسي تهريب يا طول يدفعوا له بزياده ما بلاصه البلاصه وبلاصه اللي لازم يمشوا فيها لازم يمشوا فيها ما كاش كيف انغوت لازم في وسط الحقول صح يفوت في وسط الحقول باسكو كاين في طرق عامه وفي طيله هذا يعني السفر كان يتصل بك ولا ما كان انقطاع 20 يوم 30 يوم وانت ما عندك حتى خبر وانا على اعصابي على اعصابك على نار بنتي صغيره كنت هو كي كان في اليونان كانت ولدت بنتي وحدي هو كي كان في اليونان انت زيتي في الجزائر لوسيت ديسمبر 2014 دوك راجلك راح على تركيا واليونان و و و و المانيا وانت اونتخطون ولدتي في الجزائر بالبيبي الثاني هكا احكي لي كيفاش زيتي وحدك في الجزائر كيفاش كانت الاوضاع الام نتاعي والاهل نتاعي ما تسمحوش فيها وقفوا معك الحمد لله كامل تما زيتي وراجلك كان ما سمعش بلي زادت عنده طفله حتى شري اليوم من بعد ولا كيفاش سبحان
سبحان الله الصدفة كانت عندها نهار ملي زادت بعت له ميساج واتساب وكتبت له محي الدين زيت وسميت البنت نتاعنا صفا دي ليليا. كانت الفرحة نتاعو يزغرت قال لي نسيتيني في همي. فرحة قال لي نسيتيني في همي. صح. ومن بعد مور النمسا تخلى على ميونيخ. تخلى على ميونيخ هي ألمانيا. هو وجمع مع أصحابه. كيفاش كان الاستقبال في ألمانيا لزوجك هما كانوا من الدفعة الأولى تاع الدفعات الأولى. الأولى تقبلتهم السياسة تاع ميركل كانت دايرة مرحبا بكم في ألمانيا. أنت في بلدك الثاني. في المطار كل ما يوصل سوري المطار ويعرفوا بلي هذا سوري يشغلوا لكاسة هذه. يشغلوا له اي سوري شغلينها في يشغلوا له الشريط لاغار تاع يقولوا له فيه مرحبا بك في بلدك الثاني. سبحان الله مرحبا بك يعني هذو ماشي مسلمين يعطيهم الصحه على كل حال. ومن بعد درتي الفيزا باش تروحي لالمانيا ولا ما درتيش؟ قال لك لازم يكون هو يكون الراتب نتاعو لازم يدير 1600 اورو. هو لازم باش يقدم خدمة نظامية ذات مستوى لازم يكون يقرأ اللغة من الـ A حتى C2 يجوز كامل المرحلات. هو كان حب يكمل قرايته في الجامعة وانا ما كنتش معارضة لانه يكمل قرايته لزيتي تتاوه في الجامعة. بصح الوضع انه باش يجيبني الخدمة اللي ما خدمهاش خدمها اسمح في القراية وخدمها خدم خدمات متعددة باش يوصل انه في الراتب نتاعه 1600 راتب ولحق 1600 الراتب أورو. لحق الراتب تاع 1600 كي لحق بعث لي لي فيش دو باي حطيتهم مع الدوسي درت طعن كي ما عطاونيش الفيزا درت طعن قال لك تيا جزائرية كانت 2016 قلت لك أنا ظهري هايل لا تحظ وافر. صرت الاعتداءات في رأس السنة في 16-2016 في برلين. في برلين راح كان في واحد المشاغبين من شمال أفريقيا خلطة الجنسية كان مضى الوزير الأول سلال أنه يقبل مع السيدة ميركل اتفاقية الشانسولية انه ما يقبلوش لجوء جزائري. احنا دخلنا هنا يدخلنا في متاهة القوانين. كي راح للسوسيال تاع وين يسكن هو في زيغن قال راني جبت لك فيش دو باي وكامل. قالت له مرتك جزائرية ولادك جزائريين ما نقبلوش اللجوء انتهم لازم تكون تدير 2000 اوه من سابع المستحيلات. انه لازم يكون مولا الوقت تاعو باش يوصل باش يدير 2000 اورو استادير الدراري يكبروا بلا باباهم. نصبر حتى يبدا هذاك الطفل رايح للسيام والطفله راح تقرا. شحال عنده الان راجلك في مقيم في المانيا؟ ربع سنين هو مقيم في المانيا 3 سنين وخمسة شهور هكاك 3 سنين وستة شهر قريب ربع سنين. بنتي مازال ما شافهاش. بنتك شحال في عمرها دوكا؟ دوكا عندها 3 سنين و3 شهور. 3 سنين وشهر وشهر مازال ما شافش بنته مازال ما رفدهاش مازال ما علقهاش مازال يشوفها غير في الفايبر سكايب. سيتو. وعلاش هو ما يجيش للجزائر؟ واش الشيء اللي يمنعه؟ كي عرفنا باللي انا باللي الخطوه تاع الفيزا صعيبه قلت على الاقل ارواح شهر شهرين شوف النظام يروح للسفاره الجزائريه وحط فيزا. راهم نقولوا باللي الفيزا من هيث الامن القومي حط فيزا انت ما عندك حتى مخالفتك تقول قال لي بيان سور وداخل الجزائر شحال من خطره الزواج وكامل وعنده تسجيل قنصلي كي يدخل الجزائر راح القنصليه السوريه سجل تسجيل انه راني متواجد في الجزائر وكاتب له من تحت مقيم في الجزائر مرته جزائرية ولاده جزائريين مش من القانون انه يمنعوا يدخل الجزائر. وعلاش ما دخلش الجزائر؟ قال لك لانه هو سوري. شكون اللي قال لك؟ بلده في حالة حرب. الجزائر باش تبروتيجي روحها اي واحد حامل للجنسية السورية ممنوع عليه يدخل. لا جزائر لا ما نوافقكش هنا ما هكا قالوا له في لومباساد تاع الجزائر اللي في فرانكفورت حتى انهم تشابك معاهم. اسمحي لي هو كي راح هل دفع
الجواز السفر السوري وقال لهم هاكم. لا لا الجواز السفر تاع سوري واش من اوراق يبقاو معاه هو سباح في البحر واش من بابي يقعد في الماء كيفاش يعني كل حاجه الجواز تاعو راح في البحر كل حاجه لما جا حراق راح في البحر كل حاجه يتما اصلا ما عندوش جواز سفر دوك هنا الاشكاليه ماشي الاشكاليه انه الجزائر ما تقبلش السوريين لانهم راهم في حاله حرب قدم لانه هذا قدم جواز السفر تاعو اللي عطاته منحته له المانيا المانيا مدت له ما مدتلوش جواز سفر مدت له كيفاش يقولوا كيما بطاقه اقامه جواز سفر جواز السفر كيفاش يقولوا مؤقت لاجئ هذا كنت نحوس عليه جواز سفر لاجئ فهمتي هو لازم يكون عنده باش يدخل الجزائر انا نظنه ما على باليش انت تاكدي لي ولا تنفيني المعلومه نظن انه لما تقدم للقنصليه الجزائريه بالمانيا ما مدلهمش الجواز طلع جواز السفر نتاعو فوتوكوبي طالوا الجنسيه بعث له الجنسيات تاعي تاع ولادو قد قدم بهم دار لهم دوموند الوثائق المطلوبه فتح مدوا له رفض اكري ولا عطاونا لا رفض ما طاول له قبول والو معلق مازال ما رجعولوش شحال عندهم اللي دار الطلب طلب التاشيره للجزائر 29 نوفمبر 2016 دونك من 2016 29 نوفمبر 2016 29 نوفمبر 2017 راهي عام انا دخلنا في 2018 وما كاش فيزا مازال ما رجعولوش الخبر بصح هل عاود ولا زاد حط ان دوموند خطره وزوج وثلاثه يعيط لهم يقولوا له مازال كيفاش يحط واش يقولوا له يقولوا له مازال ما جاناش الخبر من الجزائر كون روح هنايا في الخارجيه قالوا لي في هذا السوجي ما كاش استقبال في لا ريسبسيون برا تاع الخارجيه قالوا لي في هذا السوجي ما كاش استقبال داكو يعني الحلقة مفرغة يعني وإذا عنده جواز سفر نفترضه عنده جواز سفر للاجئ سوري بألمانيا الزوجة نتاعو جزائرية وبلده في حالة حرب يعني الحرب إذا دامت 20 سنة ما يشوفش مرته هنا سؤال يبقى مطروح واحد يسأل روحه إحنا وراء حقي كمواطنة جزائرية كمواطنة أني نعيش كأي أسرة نشوف ولادي يترباو مع باباهم كأي خاوتي صح عندهم هي لهم خاصة بس أني نشوف أنه أخي روح ولدي يروح للخالو في عيد هو يقول له هذا يحبس يقول له بابا وهذاك يقول له لا بابايا حتى نروحنا يعني نبعث له ميساج افتح كاميرا باش تهضر مع وليدك يعني بنتي طلعت تشوف باباها ما تبكيش ايمان ما تبكيش اختي يفرجها ربي ما تقلقيش روحك يفرجها ربي موسوس للظلم قد ما نحكي لك بصح كل واحد يحس بالشوكه اللي راه عافس عليها صح فريم وايت درت كامل الوسائل نتاعي باش نوصل لولادو على الاقل مرضت ولا مرضت كاني بادي نو في بغوم عندي الكوات خمس من الستريس كنت صحيحه زوجت لاباس بيا زواجي لهنا مرضت بزاف نعيا نضحك هكا بما نوليش نقطة الضعف نتاعي للأم نتاعي باسكو هي ديجا ساكريفات على جنبها كبرتنا يعني تشوف الابن بنت نتاعها تعاني نفس الفيلم يعيد نفسه هو الحمد لله في حل معايا الدقيقة التالية ما سمحش فيا وانا ما سمحتش فيه قلت له انا ان شاء الله اولادك نوصلهم لك هو واحد ثاني ويعاني في الصحة نتاعو راهو يعاني لانه بعيد عليكم ولانه بعيد على ولادو ما عرفتي ماجيني الزوجه نتاعك في بلاد وانا في بلاد اذا مات ما يعرفوش اسكو ميت في ديك الشومبره اذا ما راحش طلع لي صاحبه ما يعرفوش اسكو راه مليح ولا لا اذا ما عيطلوش انا ما نعرفوش اسكو راه عايش ولا لا تخيلي هذه اي واحد يجرب يكون مكانه يتزوج ويخلي المراه نتاعو في بلاد ما يشوفهاش ثلاث سنين وليده ومرته يخليها اونسيت يشوفه غير بالطريقه هكذا يقول له ماما بابا ملي يكون عنده نهار تيماجيني انا بنتي كي كنا نمشي في الطريق دائما مأمنتها نقول لها روح عند بابا بالطياره كي تشوف الطياره تفرح
شتي هذاك الفرحة فرحة هستيريا تهستر تبدأ طير تقول لي ماما طيارة اللي رحوا فيها عن بابا يعني لا هو يجي ولا أنا نروح لوراه الحل يعني أنت ما قدرتيش تروحي لعند زوجك مع أولادك وهو ما قدرش يجي لعندكم باش يشوفكم صراحة حقا كمواطنة جزائرية أنا حسيت وضايع لا من ناحية السكن لا من ناحية أني نعيش كأي أسرة لا من ناحية ضايع مهمش مهمش يعني أنا لو كما لقيتش أنا يا الأهل انتاعي كراني للطريق الطريق كلاتني الحمد لله كان لي الأهل انتاعهم يسمحوا فيهم في وضع كيما مماثل يعني شحال تتحملك يتحملك الأهل نتاعك عامين عام ثلاث سنين إيه وين بزوج دراري بزوج دراري مسؤولية طب صح آه ليكوش شكون هو يصرف عليكم دركا كل مرة شكون كل مرة أخويا ما يحن عليا الأم نتاعي الوالد نتاعي هو من الإعانة نتاعي يوفر الإيكونومي مش عايش إيكونومي تاع بصح هكا باش واحد يوقف على رجليه وكنسيبو محسوب شغل متحمل هو ولا متحمل متحمله شغل عندنا بيت باش نوصلوا ليه هو يا اما انا نتلم عنده ولا قلت له شوف ما باليش نعيش المهم كيف كيف يا لو كان المهم نحسك قدامي انا نكتفي رم باردين المرأة بلا زوج انت ما تسواش يعني بعيد الشر عليه ربي يطول لي في عمره لو كان متوفي نتحمل عندي عندي ايش ندير وش نبوجي بس هو عايش شكون حبيتي نجيب لك اليوم ايمان زوجي تاعي شوف ولاده جبتهم جبتيهم معاك ما تبكيش ما تبكيش اختي ايمان كبر ايمان انا متمنيتهم يهنقهم يرفضهم يشم الريحه نتاعهم هاي تبكيش اختي مشكيش والله ما عاونك يا خالد اكو مكياج راح مكياج ان شاء الله اليوم نتمكنوا في برنامج افتح قلبك انه نجيبوا محي الدين زوج إيمان إن شاء الله إيمان سيدة جزائرية جاتني محروقة تبكي بحرقة لأنه هي راهي هنا يعني محصورة راح نقول بزوج دراري تزوجت مع سوري هذاك السوري كان عايش هنا في الجزائر ومن بعد راح عايش في السعودية ومن بعد لجا لألمانيا والآن هي ما قدرت تطلع تشوفه مع زوج أولادها وهو ما قدر يهبط للجزائر يشوف أولاده يشوف زوجته روحوا مباشرة إلى زميلتي شهرزاد نشوفوا إذا تمكن فريق البرنامج من الاتصال بمحي الدين زوج إيمان هل موجود معاك شهرة محي الدين زوج إيمان إذا للأسف مدام سليمة ما راهوش موجود معنا سيد محي الدين يعطيك الصحة شهرة شكرا شكرا مدام سليمة إيمان برنامج افتح قلبك وكل فريق الإعداد عملوا بكل جهدهم وعملنا كل ما في وسعنا باش نجيبوا محي الدين ما قدرناش نتمكنوا هذه المرة نقول ونعاود هذه المرة لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا ندير ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية وندير ثقة كبيرة في الدولة الجزائرية وعلى بالي لما تشوف الحلقة تاعك كثير من المسؤولين
في وزارة الخارجية في القنصلية الجزائرية بألمانيا، راح يشوفوا القصة تاعك وراح يتأثروا، وأنا متأكدة أنهم راح يعاونونا باش يمدونا التأشيرة تاع محي الدين، وهذه المرة أنا شخصيا نتبع هذه القضية. نوعدك نوعدك أمام الجميع، يا أنت نقدروا نديروا لك الفيزا إن شاء الله باش تطلعي أنت وأولادك إلى ألمانيا، يا نقدروا نديروا له هو تأشيرة الجزائر باش يقدر يدخل. ولادي برا واش نقولها؟ خير الدين جبتو، قلت له شوف باباك، واش نقول لهم؟ معليش معليش، واش تقولي لهم؟ دوك انا نهضر معاهم، انا نهضر معاهم داكو ايمان. دوك شوفي، على كل حال ما قدرناش نجيبوه اليوم، بصح شوفي برك لهنايا شكون راه معانا هنايا، شكون وراه ليك خو؟ صح، شوفيه منا، هاوليك تقدري تحكي معه. شوفيه ايه هاي فرحت رجعنا استوديو. مساء الخير محي الدين، اهلا بيك. مساء النور. اهلا مساء بيك. مساء النور استاذ عزيز، الله يخليك. معك سيده سليمه سواكري من برنامج افتح قلبك، واش راك خويا لاباس؟ مساء النور عليكم ومساء النور على جميع المشاهدين، وبتمنى لكم عام جديد يكون سعيد على الجميع، وسنة فرج إن شاء الله كلياتنا علينا يا رب. إن شاء الله تفرج علينا وعليكم أنت وإيمان يا رب العالمين، ويلاقيكم ربي في بلد واحد سواء في الجزائر ولا في ألمانيا. إيمان راهي منكسرة اليوم لأنها سنات اليوم باش تتلاقى بك وتشوفك، وراهي تبكي بزاف وما قدرتش نصبرها، فأنت نخلي لك تقولي لها كلمات باش تصبر، وانا نوعدكم اننا راح نعمل كل ما في وسعي باش نلاقيكم ان شاء الله يا رب العالمين. كلم لي ايمان، راهي تعبانه كثير وراهي معنويتها طايحه، اهدر معها محي الدين. مرحبا يا ام الخير، انت اسمك ام الخير، خير الدين يعني ام الخير، وحضلي طول عمرك ام الخير، فطولي بالك وهدي اعصابك، وان شاء الله يعني رب العالمين بيفرجها علي وعليكي. عم نسعى بشتى الطرق، عم نحاول بأي طريقة إن كانت إنه نجتمع ببعض، وإن شاء الله قريبا بإذن الله بمساعدة الأستاذة سليمة، وإن شاء الله يعني بنصر بحالنا وبينظر بحالنا وضع الرأي العام الموجود بالجزائر، والسلطات الجزائرية بتقدر وضعي وبتفهم إنه حقوق الزوجة الجزائرية أو الإمرأة الجزائرية من حقها إنه حتى لو كانت متزوجة بأجنبي من حقها تستدعي الأجنبي، وأنا عم بطلب بزيارة، عم طالب بزيارة، ما عم طالب إني أعيش بالجزائر أو إني أكون بمكان مقيم بالجزائر. أها، قل لي محي الدين، أحكي لي كي رحت للسفارة الجزائرية وسرى بالضبط، وسرى أحكي لي باش ما رحت على القنصلية أنت الجزائرية بألمانيا هكذا، أحكي لي وسرى. نعم، أنا في 26/11/2016 تقدمت بطلب رسمي بعد ما زوجتي أرسلت لي الانفيتاسيون الدعوة، بعثت لي دعوة رسمية بقدوم إلى الجزائر، وضمن الشروط القانونية الكاملة بأنه موجود أخو زوجتي هو الأستاذ المحامي بن عائشة، قدم لي بطلب دعوة، وأنا أخذت الدعوة ورحت على القنصلية الجزائرية، قدمت كل الإثباتات، قدمت كل الإثباتات المطلوبة إني أنا زوج مواطنة جزائرية، عندي دفتر عائلة جزائري، الأولاد تبعي عندهم الجنسية الجزائرية، زوجتي هي جزائرية الجنسية، وحبيت غير ندخل زيارة 10 أيام. الموظف اللي كان موجود بقسم التأشيرات بالقنصلية الجزائرية الموجودة في مدينة فرانكفورت قال لي ممكن انه تكون في اجراءات طويلة شوي، قلت لهم اكيد يعني من حقكم هذا الشيء، وانا مقدر الوضع لانه بلدي عم تمر بمرحلة صعبة شوي، ومن حق اي بلد تستفسر عن الشخص اللي جاي من برا حتى لو كنت زوجتي جزائرية. صح، فانا مشيت ضمن القانون وصرت تابع يعني كل فترة تابع اتصل بالقنصلية. آخر اتصال كان لي تقريبا من حوالي
من حوالي تقريبا 4 شهور. اتصلت فيهم، فكل فترة كل فترة كنت أتصل فيهم، أنا اتصلت فيهم أكثر من 4 مرات، كل مرة يقولوا لي هاي إجراءات أمنية والإجراءات مو من عنا ونحن ما بنقدر نساوي شيء. حتى إني حاولت إني أتواصل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، اتواصلت مع النائب اسمه هو المسؤول عن الجالية الجزائرية الموجودة في أمريكا في أوروبا. تمام؟ نعم. تواصلت معه وكتبت له المشكلة تبعي بالضبط. قال لي أستاذي أنا ما بحسن ساعدك، مرت علي مشاكل كتير مثل هاي المشكلة، المشكلة موجودة عند الجهات الأمنية. فكان جوابي أنا قلت له بالنسبة للجهات الأمنية أكيد من أي دولة حقها أن تخاف على أمن القومي، وخصوصي بلدي أنا فيها ظروف وفيها هذا الشيء اللي أنتم بتعرفوه كلياتكم الوضع اللي حاصل بسوريا الآن. نعم. فكان جوابه إنه أنا ما بقدر ساعدك بغير هذا الكلام. قلت له أنا يعني أنا زوج لمواطنة جزائرية وأب لطفلين جزائريين، بكل بساطة تستطيع السلطات الأمنية الموجودة بالجزائر ترسل صورة الباسبور تبعي أو الاسم تبعي موجود أنا مسجل بالقنصلية السورية الموجودة عندكم بالجزائر وتأخذ سجل العدلي، وتستطيع أنه تأخذ السجل العدلي تبعي، يعني بحيث أنه أنا ما عندي أي مشكلة قانونية أو قضائية في السابق أو في الحاضر. يعني ما عندك حتى سوابق عدلية حبيت تدخل؟ ولا ابدا، لا عندي سابقه عدليه ولا عندي مخالفه قانونيه ولا حتى مخالفه مروريه، على مستوى مخالفه مروريه ما عندي. فبتستطيع السلطات الجزائريه تتواصل مع السفاره السوريه وتستفسر عن هالشخص اذا هن خايفين من الجهه الامنيه، يعني اني انا ممكن اسبب مشكله بالجزائر. هذا الشيء. فكان جوابه قال لي انا ما بعرف شو بدي اقول لك، انا قلت له يعني بس عطوني سبب مقنع، سبب مقنع يكون منطقي يدخل العقل، شو السبب انه انتم ما عم تمنحوني تاشيره وانا مستعد لامضاء اي ورقه، مستعد لامضاء اي ورقه بحيث اني انا حبيت نشوف الاطفال تبعي والزوجه تبعي لمده 10 ايام، من حق اي انسان على وجه الارض اشوف زوجته واطفاله. صح، هذا صح هو اللي طلبت فيه. طلب بسيط. صح، طلب بسيط. حبيت نقول لك محي الدين، هل رجعوا لك كتابيا ولا قالوا لك لفظيا فقط ما نمدوا لكش التاشيره للجزائر؟ استاذه سليمه ما عم يعني عم حاول اني اخذ منهم حتى كتاب، لانه انا بدي انا محتاج الكتاب الرفض. نعم. لانه انا الدوله المشكله اللي صايره معي انا الدوله الالمانيه سبب عدم لم الشمل انه هن بالتقرير تبعهم مكتوب انه انا زوجتي جزائريه وبلدها امن، فبستطيع اني اروح اعيش مع زوجتي بالبلد تبعها. صح. انا قدمت للدوله الالمانيه انه الجزائر حتى فيزا اني ادخل 10 ايام ما عم تمنحني، فكيف انا انتم عم تقولوا لي انه انا بحسن اني اروح اعيش مع زوجتي في الجزائر؟ تمام. الموضوع الثاني، الموضوع اني انا بالوضع الحالي الان موكل محامي الماني الماني من اصول مغربيه رافع قضيه على الدوله الالمانيه بحيث انه انا من حقي ضمن القانون الدستور الالماني من حقي عندما تحصلت على حق اللجوء الكامل في المانيا انه بغض النظر عن جنسيه الزوجه تبعي بحق لي اني استخدم الزوجه تبعي، لكن هناك في بعض المشاكل بحيث انه هلا مشاكل يعني سياسيه في المانيا، في مشاكل بين الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي هي ضد اللاجئين الموجودين. نعم. في ألمانيا. نعم نعم. والأحزاب الديمقراطية اللي عم تطالب باللاجئين. باللاجئين. ففي صح. مشكلة بين هدول الأحزاب. وأنا يعني المشكلة قرار سياسي وليس قرار دستوري. إحنا شوف نفهم لك محي الدين، إحنا اليوم نتكلم ب الجهة لا سياسية ولا إنسانية، الجهة الإنسانية. اليوم نناشد كل السلطات القنصلية بالجزائر، نناشد كذلك وزير الخارجية يعني الجزائرية. فاليوم راهي هذه الوضعية يعني وش نقول لك، حالة خاصة لعائلة راهي متشتة، الأم راهي في الجزائر مع زوج ولادها، الأب راهو في ألمانيا، وبين زوج واحد ما يقدر يروح للتاني لأنه ألمانيا ما تحبش تمد التأشيرة. ما تبكيش خويا العزيز، ما تبكيش، أنت أخونا والسوريين كل السوريين إخوان الجزائريين، ما تبكيش وأنا نوعدك
لأن راح نعمل كل ما في وسعي، كل ما في وسعي، ودخلوا الأطفال تاعهم باش يشوفوا باباهم، لأنهم كانوا متمنيين يشوفوا باباهم. نعاود ونقول الناشد وزارة الخارجية باش تشوف لهذه الوضعية العائلية الحساسة الإنسانية، وكذلك بابا محي الدين دلو باي باي محي الدين، دلو قلو نحبك، قلو نحبك نحبك زيدي قولي بابا نحبك، قلو نحبك بابا. محي الدين احكي شوية مع ولدك، هاوليك احكي معه. تبكيش على ماما؟ يا حبيبي قلو خيرو خير الدين بابا واشن انت الراجل انتاعي، انت الراجل تدير بالك على يماك، تدير بالك على اختك، انت حنوني. قل له نحبك بابا. حبك. قل له بابا ركبتي في الطيارة. أنا نحبك وأنا نبغي بابا. في الطيارة بابا. نستنى، شوف راني نستنى في الخطرة اللي تجي عندي فيها إن شاء الله، ونشري لك الطنوبيل تاع تريسيتي اللي وعدتك فيها إن شاء الله. قل له شوفوا بابا، هاي طاطا اللي يجيب لنا بابا. قلت له هاي طاطا اللي يجيب لنا بابا. أيامك. ترى. أيامك. مش اوكي هذه. واش راح نقول لكم انا محي الدين؟ اسمح لي نعاود الناشد، الناشد كذلك المنظمات والجمعيات اللي تهتم بحقوق الاطفال، المنظمات والجمعيات اللي تهتم بحقوق الاسره، المنظمات والجمعيات اللي تهتم بحقوق المراه. يعني انتهاكات كبيره راهي يعني في تسرى في حق هذه العائله. فاليوم حتى الراي العام الجزائري لازم يعني كيفاش يقولوا يساند هذه القضيه الانسانيه لهذه العائله، وان شاء الله يا ربي يتلم شمل هذه العائله. وانا ندير ثقه كبيره في العائله في الدوله الجزائريه. نعاود ونولي نقول باللي ثقتي كبيره وكبيره بزاف في الدوله الجزائريه، وعلى بالي باللي بعد مرور الحلقه انا متاكده انه راح يتصلوا بنا وزاره الخارجيه ويقولوا لنا نقدروا نجيبوا محي الدين يقعد يشوف اولاده حتى ساعه، المهم انه يجي يشوف زوجته واولاده. انا على كل حال من عادتي ما نحبش نفوت يعني دراري صغار في البرنامج تاعي. هل انتم كاولياء تقروا هل اللي يفوتوا معنا ولادكم نعم ولا لا في البرنامج؟ نبدا بمحي الدين. عادي اكيد اكيد انا ما عندي اي مشكله، بالعكس ما في اي مشكله. وانت ما عندك حتى ما عندك مشكله؟ عادي خلاص. على كل حال وش نقول لكم ان شاء الله؟ نعم انا عندي مداخله بسيطه بس استاذ، عندي مداخله بسيطه. تفضل. يعني انا بحب الجزائر كثير، وبحب الشعب الجزائري، وبحترم الحكومة الجزائرية والسلطات الموجودة في الجزائر. الامرأة الجزائرية عندها حقوق، يعني هي الامرأة الجزائرية ممنوحة حقوقها بالجزائر. أنا بحترم الحقوق اللي متحصل عليها أحسن من كتير دول عربية، يعني أنا رحت كتير دول عربية، ولكن الامرأة الجزائرية عندها الحق في الجزائر وعم تحصل على هذا الحق. ولكن عندي هالاستفسار البسيط، يعني أنا كزوج مواطنة جزائرية مفروض يكون عندي تعامل غير تعامل إنسان
يعني حتى لو كنت من جنسية أخرى، يعني مفروض كن اتعامل بطريقة أنه هذا زوج مواطنة جزائرية، يعني صار منا وفينا، يعني نحن بنقول من أهل الدار، يعني لا انترك من أهل الدار. وأنا نقول لك حاجة محي الدين، أنا متأكدة أنه القضية تاعكم بلك ما لحقتش للمسؤولين، متأكدة أنه ما لحقتش، لكن عبر برنامج افتح قلبك راح يشوفوها وراح على بالي يتفاعلوا معها، وإن شاء الله لما تدخل الجزائر راح نقوموا بتصوير لقاء تاعك مع زوجتك وأولادك، ويعطيك الصحة واسمح لنا لأننا اليوم ما قدرناش نجمعوكم، لكن نوعدك ونوعد إيمان أمام كل الجزائريين إن شاء الله اللقاء راح يكون بإذن الله إن شاء الله، وبفضل كذلك الـ كيفاش يقولوا وزارة الخارجية والدولة إن الجزائرية إن شاء الله. تفضل إن شاء الله يا ربي. سمحوا لي أنا هدرت أكثر منكم، نخليكم معليش. محي الدين اسمح لي كذبت عليك وقلت لك باللي أنا راح البيت عمي، ويعني حبيت نديرها لك مفاجأة، والحمد لله جت على أدي كذا كما قالوا المصريين. ثقتي كبيرة في الدولة الجزائرية وفي كل المسؤولين الجزائريين. إذا نخليكم تقولوا لروحتكم بقوا على خير، قولوا له باي باي البابا، قولوا له باي باي، دير له باي باي، باي 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 باي، سيدي قولوا باي باي بابا، قولوا قولوا ما يشوفك عمي بوسوك. نكملوا في هذه الأجواء الحزينة السعيدة في نفس الوقت مع الراحلة ذكرى محمد في أغنية وحياتي عندك. بقوا على خير. وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر ونكمل.